عرفت أسعار ألبسة العيد هذه الأيام ارتفاع غير مسبوق في المحلات التجارية وحتى أسواق الجلفة، فتكلفة ألبسة العيد للفرد الواحد تتجاوز 1.5 مليون. قنادير يقولوا كذا 150 500، وين تروح؟ يعود عندك 10 من الناس، وين تروح؟ يجي واحد 15 100 16 100، الكسم باسكيت وبونتاكور وتريك وك تعرف، وقلت كل واحد وحالته، كل واحد العقلية تاعه والله غالبك فاهم. ألبسة الأطفال وحتى النساء والرجال تجاوز سعرها المعقول، حيث أكد معظم الزبائن أن السعر لم تشهده المنطقة من قبل، محملين في ذلك التجار. على حساب الواحد منين يروح يشري، على حساب المحلات، على حساب الشريعة، على حساب الطاقة، على حساب تاع لا شريت كيما من عند خونا هذا يا غالي. كيفاش حتى زوج ملايين الواحد ما يكفوش، وكاين اللي كاين 700 800 تكفي على حساب المدخول نتاعو. انت شحال تسقام لك الحاج العائلة تاعك؟ سقام لي كاين سقام لي 800 900 لشيء للواحد، وانا عندي 5 اولاد ما نكتمش، خرج ما اقدر على الاقل ما لقيتش منين نجيب. يرى معظم سكان الجلفة أن أسعار ألبسة العيد ليست في متناول المواطن البسيط، ويستحيل شراء الألبسة لعائلة بكاملها، خصوصا مع مصاريف التحضيرات للدخول المدرسي المقبل.